فوقوه ده فوقوه. ايه في ايه؟ اسحى نسوق. عايزين نخرج مع العربيات بتاعت الزفه. يلا انا لا مؤاخذه عايز بقيه عرق قبل ما اشتغل. مش لما افتحها وانا اضمن منين ولا مؤاخذه؟ انت هتشتغل ولا لا؟ ليه المسدس بس يا اسكت انت؟ بسرعه قوم لحسن قربوا يطفوها. طب خليك هناك راقب الطريق. هاي. يلا يلا من جوه الكشك ده. النور ده انا يا اخويا كنت مولع البطاريه جوه. وهي فين البطاريه دي؟ هنا سبتها اهي. انت مين معاكي جوه؟ مفيش حد يا اخويا معايا. انا معايا حد؟ مفيش. الله الله. وفرشين بطاطين كمان. ايه ده؟ ارمي المسدس اللي فينك ده وانزل على ركبك. حط ايديك فوق راسك. عمر الحبيب في الشنطة. حاضر. نعم على بطنك. حط ايديك فوق راسك. Thank you.
جنب الفيلا في الشارع اليمين، هناخدك معانا. ايه وضبت كل حاجة؟ ايوه بس الحكاية كده متلصمة بابا. بس الحارس اللي نايم دوت اكيد هيقول على كل اللي شافه. المهم مش عايزهم يحسوا بسرعة احنا عملنا ايه. اعتقد ما نسافر. يلا 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 عشان انت تطلع في وسط العربيات. طب مش هاخد حق انا بقى بيه؟ مش وقت دلوقتي، خش جوه الشنطة. لا الا كده بيه. خش يا طور، بقولك مفيش الا كده بيه. استنى عندك، استنى. اركب يا عمر ودور، وانت عصام انا هبص ناحية الكشك يمكن يكون ناسين حاجة. حاضر. يلا يلا. مش نسيب عواطف اسكندريه لوحدها، دي هيقلبوا عليها الدنيا. قلت لك ما تحملش هم الحكايه ديت، احنا هنسيبها في مكان مأمون خالص وهبعت اجيبها لك بعد كام يوم. طب مين هيطلع لها باسبور ويصفرها؟ دي ما تقدرش تظهر خالص. انا رجالتي كتير في مصر وهينفذوا اللي انا عايزه. طب استنى انا معاها. اتجننت؟ لا يا عصام، روح انت معاهم وانا ربنا هيسترها معايا ان شاء الله. خليك وراهم يا مصطفى، هو عايزه منك. لكن شفت بقى افكار اخوك مصطفى؟ قلت لك في الاول اضرب معاهم في العلالي تعرف ميه العمليه كلها، ولما خدوه قلت لك امشي وراك بالتاكسي وهي نفعت برضه. عيب ده انا درش المستماخ.